كنت الباقي وبركاته. كيف حالكم طلابي الأعزاء؟ قد اشتقت إليكم كثيراً. I miss you too much. ما هذا الحرف؟ ما هو حرف اليوم؟ إنه حرف عين. ما هذا الحرف؟ عين. ما هو صوته؟ What's the sound for letter عين؟ ع. ننظر هنا. How we write letter عين؟ كيف نكتب حرف العين؟ هو نصف دائرة صغيرة مع نصف دائرة كبيرة. مرة أخرى. نعم. How we write letter عين؟ Half circle small and half circle big. ما رأيكم ننظر هنا؟ أي صور وأي كلمات تبدأ بحرف العين؟ ما هذه؟ ما هذا؟ عين. ما هذه؟ عين. ما ألوان العين؟ ما لون العين؟ Which color؟ ما هذا اللون؟ بني. Brown. أحسنتم. ما هذا اللون؟ أخضر. Green. أحسنتم. ما هذا اللون؟ أزرق. أحسنتم. ما هذا اللون؟ أسود. لا. مرة أخرى. من يعرف ما هذا؟ هو علم. ما هذا؟ علم. وما ألوان العلم؟ Which color FS2؟ أحمر. Red. أخضر. Green. أبيض. White. أسود. Black. عين. علم. عين. علم. مرة أخرى. ما هذا؟ عصفور. ما هذا؟ عصفور. عين. عصفور. من يعرف ما هذا؟ عنب. عين. عنب. وما لون العنب؟ Which color؟ أحمر. أخضر. Red. Green. أحسنتم. ما هذا؟ عنكبوت. ما هذا؟ عنكبوت. ما هذا الحرف؟ إنه حرف عين. ما هذا؟ إنه شكل حرف العين. أول الكلمة عنده يد واحدة. First two. One hand. First. وسط الكلمة. Two hand. In the middle. Two hand. And آخر الكلمة حرف العين. Seem like letter عين. إذا ننظر هنا يوجد لدينا ورقة عمل عن حرف ال. لا ننظر هنا مد الألف. ما هذا؟ مد الألف. من يذكرني ما هو صوت مد الألف مس أسمى؟ إنه صوت طويل. ما هو صوته؟ أحسنتم. كيف نقرأ هنا حرف الألف مع مد الألف؟ حرف الباء مع مد الألف؟ باء. وهكذا. كيف نقرأ حرف العين مع مد الألف؟ أحسنتم. ننظر هنا. يوجد لدينا مد الواو. ما هذا؟ مد الواو. نتذكر معا ما هو صوت مد الواو؟ أوه. أحسنتم. طيب كيف نقرأ حرف الألف مع مد الواو؟ أوه. حرف الباء مع مد الواو؟ أوه. حرف التاء مع مد الواو؟ تو. كيف نقرأ حرف العين مع مد الواو؟ ع. أوه. أحسنتم. طيب يعني ماذا يوجد لدينا هنا؟ يوجد لدينا ورقة عمل. ورك شيت. ماذا نفعل هنا مس أسماء؟ إنه لازم نكمل حرف الناقص. أكمل الحرف الناقص. يوجد لدينا هنا ورقة عمل. ماذا نفعل هنا؟ أكمل الحرف الناقص. Complete the missing letter. انظر هنا. ما هذا الحرف؟ إنه حرف الألف. يا ترى ما هو الحرف الذي يأتي بعد حرف الألف؟ إنه حرف الباء. كيف نكتب حرف الباء؟ إنه standing line. Sleeping line. Standing line. كم نقطة الحرف الباء؟ نقطة واحدة. نعم. مرة أخرى. لو خط مستقيم يمشي 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 لأعلى كم نقطة؟ نقطة واحدة. ألف باء. ما الحرف الناقص هنا؟ نوع حرف التاء. كم نقطة الحرف التاء؟ اثنان. أحسنتم. ألف باء تاء ثاء جيم. نكتب حرف جيم. Sleeping line. Half circle. Dot. جيم. حاء.
مرة أخرى سليمين لاين أبصرف كده خ د أحسنتم حطوا مستقيم يمشي 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 ذ ر زي سين واحد اثنان ثلاثة بطن كبيرة سين شين صاد بالون يمشي يمشي بطن كبيرة ضاد طاء من أعلى بالون يمشي 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 ظاء عين كيف نكتب حرف العين؟ نصف دائرة صغيرة ونصف دائرة كبيرة أحسنتم يلا ماذا نفعل هنا؟ نكتب حرف العين should be right letter عين half circle small half circle big نصف دائرة صغيرة مع نصف دائرة كبيرة طيب ماذا نفعل هنا؟ نكتب حرف العين في المكان المناسب أول الكلمة وسط الكلمة وآخر الكلمة should be right here letter عين first or middle or last ما هذه الصورة؟ ساعة ساعة ما هو الحرف الناقص هنا؟ حرف العين نكتب هنا حرف العين هنا ما هذه الصورة؟ ضفدع حرف العين آخر الكلمة نكتب حرف العين آخر الكلمة ما هذا؟ عسل عسل حرف العين أول اسمه الهان ما هذا؟ نا نا تو لتر نا نا نكتب حرف العين ما هذه؟ طابعة حرف العين هنا وسط الكلمة حرف العين وسط الكلمة وأخيرا يوجد لدينا هنا عنب حرف العين أول وهكذا أتمنى لكم التوفيق مع السلامة